الدار اللي كيشكل لي هذا الكراج هذا هو محتل على فاس ديال الدار. عندي في الوراق شوكه سميتو جوج ديال الواجهات، واحد الواجهه هي سميتو الواجهه الثانيه راه محتل هذا الكراج، وهذا الكراج تصدروا فيه يعني وثائق قانونيه. الوثيقه الاولى هي احصاء المخالفات المتعلقه باحتلال الملك العام. هذا المحضر هذا راه شامل هذا الكراج، والسلطه المحليه دارت الحمله ديال تحليل الملك العام في 2013 وجهت لنا انذارات ديال الهدم، ومتتلوا جميع الساكنه ديال الحي باستثناء هذا السيد هذا ما امتتلش لحقاش عنده علاقات ونفوذ بارك الله فيك. وحنا راه امتتلنا وهدمنا سميتو مورا المرأب مباشره. جي تشوفوا الاثار ديال الهدم من 2013 راه باقي الان، باقي الوضع على ما هو عليه. وانت كما كتشوف الضرر، هالنافذه ديال المنزل كيخرقها الحائط الخلفي ديال المرأب، وحنا راه ما كنطالبوا بحتى شي حاجه، كنطالبوا بسميتو برفع الضرر وبتطبيق القانون وتصدر فيه حكم قضائي لصالح السلطه المحليه. كيلتمس في الدعوه ديالو الغاء قرار الهدم، سميتو المحكمه جزاهم الله خيرا الاداريه رفضوا ليه الطلب، وكيبقى قرار الهدم قائم. ووجهت الشكايه ديالي للجهات المخول لها زجر المخالفات المتعلقه بالتعمير والبناء، وهي السلطات المحليه. وجهت لهم الشكايات منذ 2013، وجهت ما يقارب 50 شكايه كتابيه وعندي نسخ ديالها. اما القانون الحمد لله راه واضح، ودار الطلب من اجل التفويت راه رفضوه ليه على اساس ان الملك المحتل ملك عام، وانا متضرر. الواجهه ديال البيت ما كايناش، محتلها بهذا المرأب العشوائي، وانا محتاج هذه الواجهه بتنحل نوافذ، بالتهويه، بالضوء، بكذا، بالجماليه ديال البيت ديالي، ندير الشراج من البيت ديالي. علاش تشد لي هنا ظلما وعدوانا؟ انا كنطالب السلطه المحليه تنصفني، والمطلب ديالي عادل لا من الناحيه الشرعيه ولا من الناحيه القانونيه. وهذه البنايه كنأكد بانها مخالفه للقانون ومخالفه ايضا للشرع. وحنا راه امتثلنا الحمله ديال السلطه المحليه، اعيد واكرر، في 2013 وهدمنا وهو ما هدمش، والساكنه ديال الحي كلها هدمات المخالفات المتعلقه باحتلال الملك العام باستثناء جارنا هذا السيد هذا ما بغاش يحيد هذا الضرر ديالو. انا كنطلب من المسؤولين يوصفوني، ما كنطلب لا بتعويضات ولا بتا شي حاجه. المطلب الاول والاخير هو رفع الضرر، وهذا الشيء راه من حقي، وما كنطلب شي حاجه خالف القانون ولا خلاف الشرع ولا خلاف حتى شي حاجه. انا ما كنطلب حتى شي حاجه، المطلب الاول والاخير هو رفع الضرر.